الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقفات مع الفتن. تعلمون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الفتن وقدومها وكثرتها وتنوعها، فقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ستكون فتن، وجاء في الحديث أيضا عند ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يبقى من الدنيا إلا بلاء وفتنة. وفي البخاري من حديث أم سلمة في قوله صلى الله عليه وسلم حينما استيقظ: ماذا أنزل الليل من الفتن، إلى آخر الحديث: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. ترون الواقع أيها الإخوة، ما يسمى بالربيع العربي أو يسمى الثورات، هذه فتن عظيمة. فتنة الشهوات انتشرت في الجوالات، في القنوات، في الشوارع، في كل مكان انتشرت انتشار رهيب، وأصبح الحصول على المحرم أمر ميسر للصغير والكبير. تساهل الآباء وأولياء الأمور ففتحوا المجال لبناتهم ولأولادهم بأنواع التكنولوجيا من جوالات ودشوش وإنترنت وغيرها، التي تبث كما تعرفون ما تبثه، والله المستعان. نعم، إنها فتن، سواء فتن الشهوات، فتنة المال، نسأل الله السلامة، فتن الناس في المال، أصبح الناس يركضون وراء المال، إلا ما رحم الله طبعا، يركضون وراء المال، حبهم من أجل المال، بغضهم من أجل المال، أصبح أكل الحرام لا يبالي الإنسان به إذا كان يحصل على مال، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء أكل المال من حل أو من حرام. وهذا الواقع إلا ما رحم الله، فأصبح الناس يتهافتون على المال ويحبون صاحب المال ويعظمون صاحب المال ويقدرون صاحب المال ولو كان من أفسق عباد الله. وهذا لا شك أنه خلل في الولاء والبراء، وخلل في العقيدة، وخلل في الدين. فتنة النساء وهي من أعظم الفتن على الرجل، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. أصبحت النساء حتى في الأخبار، ليس فقط في الأفلام والمحرمات، حتى في الأخبار تجد امرأة متبرجة والناس مقبلون. ومما يزيد الفتن فتنة أيها الإخوة إقبال الناس عليها، الناس يستقبلون الفتن، بل ربما يفرحون بها حينما يقال أنه ظهر شيء جديد، مثلا من جوال أو غيرها أو موقع، وهذا الموقع أو هذا الأمر يبث المحرمات، تجد الناس يفرحون، نسأل الله السلامة. فاستقبل الناس الفتن وتوسعوا بها وفرحوا بها، وتجد رب الأسرة يأتي بهذه الفتنة لا يبالي أن في البيت مراهقين أو مراهقات أو غير ذلك، والله المستعان. نعم، كذلك فتن ما تسمى بالثورات أو غيرها، هذه تعتبر فتن، نسأل الله السلامة. سيأتي ما وجه الفتنة حيث لا يعرف الحق من الباطل. إذن واجبنا، أول واجب الاستعاذة بالله والرجوع إلى الله، الاستعاذة من الفتن ما ظهر منها وبطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن. يرجع إلى الله ويستعيذ بالله ويصدق مع الله عز وجل صدقا يقينيا، ويطلب من الله عز وجل أن يعيذه. أنتم ترون كم تساقط من الكثير، أنتم ترون تساقطوا من الإسلام إلى غير الإسلام، ومن تساقط من الالتزام إلى غير الالتزام، ومن تساقط في مرض في قلبه، كان يرى هذا حرام أصبح الآن حلال، الغنى حرام وأصبح الآن حلال، محرمات كانت من المسلمات في مجتمعنا أنها محرمات، من المسلمات، وللأسف أصبح يناقش فيها ويجادل فيها ويبث أمام العوام، ويبث ذاك الرجل أو غيره بين العوام أن فيها أربعة أقوال أو خمسة أقوال، ولا يبالي بقول النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله السلامة. تزيغ القلوب، القلوب تزيغ إذا لم يرجع الإنسان ويسأل الله عز وجل الثبات كما زاغ كثير.
نعم، ولذلك من دعاء الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فعلى المسلم في سجوده وفي كل موطن تستجاب فيه الدعاء أو الدعوة عليه أن يلتجئ إلى الله بالفتن بأنواعها. وأنتم تعرفون أن الفتن في كل مكان، ليس فقط في العمل أو في مكان معين، نسأل الله السلامة. ومن أعظم الفتن التي أريد أن أركز عليها، لأنه ولله الحمد أنا لا أريد أن أستطرد، لأن العلماء تكلموا عن الفتن وأسهبوا وتكلموا بما فيه الكفاية، لكن أنا أريد أن أركز على بعض النقاط الأساسية. وإلا الفتن تكلموا عنها العلماء وفقهم الله ورحم الله علماء أهل السنة وبينوا خطرها وغيرها. من أعظم الفتن أيها الأخوة عدم معرفة الحق. ثورات، كل قناة لها توجه، كل منتدى له توجه، كل شخص له توجه، والناس ينظرون فلا يدرون من الصادق أو الكاذب. كل من يخرج ويتكلم أنني أنا الصادق وأنا البطل وأنا المحق وأنا الحق معي وأنا مظلوم، كل أحد، كل أحد. وكل قناة تدعي أنها تريد الخير للمجتمع وكل شخص، فلا يعرف الحق. ما موقفنا؟ موقفنا أيها الإخوة الاجتهاد بسؤال الله عز وجل الهداية لمعرفة الحق. جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في قيام الليل، وهو النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلوا فيه، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، وفي قيام الليل يسأل ماذا؟ يسأل هداية الحق. الناس ثلاثة أقسام أيها الأخوة: قسم يعرف الحق ولا يريده، نسأل الله السلامة، تشبه بمن؟ باليهود، ولذلك غضب عليهم. وهذا كثير، يعرفون الحق لكن لا يريدونه اتباعا لأهوائهم، مثل الذي ينادي بالتبرج أو ينادي بسياقة السيارة أو غيرها من الأمور. وقسم لا يعرف الحق جاهل، وقسم يعرف الحق ويعمل بالحق، وهذا هو الموفق، وهذا هو دين الإسلام. ولذلك في الدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نعم، انتشر النفاق وكثرت القنوات والمنتديات والناس يشاهدون فيرون باليوم 100 رجل كل يقول رأي، أليس كذلك؟ نعم. هذا الذي لم يطلب العلم ولم يتجه في طلب العلم ويجتهد في طلب العلم ماذا سيفعل؟ نعم. والشبه خطافة، الشبه خطافة، حينما هذا الإنسان المسكين من امرأة أو رجل يسمع هذا يتكلم بكلام وهذا بكلام وهذا بكلام، نسأل الله السلامة، فضاع الحق. إلا من ثبته الله عز وجل وسأل الله الحق. فعلى المسلم في هذا الأمر أن يجتهد في طلب العلم على العلماء، العلماء الراسخين في العلم الذين عرفوا بالعلم وعلى منهج أهل السنة والجماعة وعلى منهج سلف الأمة، يطلب العلم عندهم إذا أراد النجاة، يوجهونه في هذه الفتن. فأنت ترى الآن مثلا الثورات أو ما يسمى بالربيع العربي، ما تدري ما الحق من الباطل، كل يدعي أنه حق، وكل فرقة لها قناة وتظهر للناس أنها على حق، وهذه تخرج عيوب هذه وهذا يخرج عيوب هذا، فضاع الحق. فعلى المسلم أن يبحث عن الحق. ومن هو الصحابي الذي رحل ورحل حتى وجد الحق؟ من هو؟ سلمان، سلمان الفارسي. فالإنسان ينبغي أن يبحث عن الحق وأن يجتهد في البحث عن الحق، في الرجوع للعلماء وغير ذلك. فعلى المسلم أن يدعو بهذا الدعاء: أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وهذه من أعظم الفتن، نسأل الله السلامة. تجد في المجلس 10 رجال كل له رأي، هذه الأراء من جاءت؟ جاءت ممن يسمعون، ممن يسمعون بالقنوات والمنتديات والإنترنت وغيرها. أيضا أيها الإخوة، بالفتن نقطة أساسية ونبه عليها، وهي من أهم الأمور من أسباب الثبات في الفتن: الإخلاص. الناس أصبحوا يتقاتلون من أجل المال ويتنافسون من أجل الدنيا والمنزل والمنصب، وهذه أخطر شيء ومن أعظم أسباب الوقوع في الفتن ومن أعظم أسباب تراجع الإنسان، أن يكون في قلبه شيء
نسأل الله السلامة. من أعظم الثبات أن يكون دين الإنسان لله. الله عز وجل يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذا كان الدين كله لله ما تقع فتنة. الرجل إذا كان دينه كله لله، كله لله، يدعو الناس لله، لا لمنصب ولا لمدح ولا لشهرة ولا لمنزلة ولا لأمير ولا محاباة لفلان، بإذن الله يثبته الله عز وجل. ولذلك في الفتن اللي مضت والتي نحن فيها الآن وسبقت، رأيت من تساقط، نسأل الله الثبات، تجد أن من أخلص لله وأخفى أعماله وأكثر من العبادة ثبته الله ولم يسقط في الفتنة. فعلى المسلم أن يحرص كل الحرص في الإخلاص لله عز وجل. قال الله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين. وقال الله عز وجل واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، في قراءة مخلصا. ماذا قال السعدي؟ قال السعدي في الجمع بين القراءتين أخلص لله فأخلصه الله. فمن أراد الاصطفاء أن يصطفيه الله فعليه بالإخلاص، عليه بالإخلاص. والله عز وجل يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والله عز وجل يقول ألا لله الدين الخالص. والله عز وجل يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والله تبارك وتعالى يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أبدا في هذه الفتنة أيها الإخوة تجدون أو يبرز من يريد الشهرة. تجد فلان يرد على فلان، يريد ماذا؟ يريد الأتباع وكثرة الأتباع، ويريد أن تنتجه الأنظار إليه. هذا أكبر خطأ، وهذا أكبر خطر على القلوب، وهذا والعياذ بالله سبب عندما تقع الفتن أن ينتكس ويفضحه الله عز وجل. ما أحد عمل لغير الله إلا فضحه الله في أيام الفتن. فلان يبرز أنه قوي وأنه قائد ويريد الناس اتباعه ويريد الناس أن يسيروا وراءه فيقل الإخلاص. فعلى المسلم أن يجتهد كل الاجتهاد في هذا الزمان، في هذا الزمان بالإخلاص لندرته ولقلته. وتعرف أن الإخلاص من أصعب الأمور، لماذا؟ لأن النفس لا حظ لها. نسأل الله السلامة. أكبر خطر على القلب أن يبحث الإنسان عن محبة الناس، وبالذات في هذا الزمان. لماذا؟ لأن أغلب أحكام الشريعة تخالف هوى الناس. الناس لا يريدون الغنى حرام، ولا الدشوش حرام المحرمة، ولا الربا حرام، ولا الرشوة حرام. فيبدأ الإنسان يتنازل في دينه من أجل فلان، ومن أجل الأمير الفلاني، ومن أجل الغني الفلاني، ومن أجل يمدح. وصدق من قال ما أحب أحد أن يعرف إلا ضاع دينه. الله أكبر، كلمة جميلة. ما أحب أحد أن يعرف إلا نقص دينه. لماذا؟ لأن لابد أن يتنازل. ما تأتي للناس تقول حرام والغنى حرام والخمر حرام والاختلاط حرام، أن تريد محبة الناس. والله إن هذا هو الانتكاس، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، كما قال شيخ الإسلام في كلمة له، يقول رضا الناس غير مقدور عليه وغير مطلوب. انتبهوا، شيخ الإسلام يقول رضا الناس غير مقدور، هذه كلمة معروفة دائما يقول العلماء، رضا الناس غاية لا تدرك، غير مقدور وغير مطلوب. ما يكون الإنسان طلبه بالعلم ولا بالعبادة ليكون مدح الناس أبدا. والعياذ بالله من كان في طلبه أو في دعوته أو في غيره محبة الناس أو رضا الناس، هذا خطر على دينه. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. قال ابن كثير أي أخلص العمل لربه فعمل إيمانا واحتسابا. في الفتن أيها الإخوة الآن ترون كيف الأقوال والأراء الكثيرة والكثيرة، حتى بعض الناس يسأل يقول ما ندري وين الحق، هنا ثورة وهنا ثورة وهنا قناة وهنا قناة، وهذا يدعي أنه الحق، وهذا يقول أنا سلفي، وهذا يقول أنا إخواني، وهذا يقول أنا على منهج الحق، حساب وفرق وما ندري إلى الحق. نعم، فالإنسان إذا أخلص لله عز وجل وعبد الله على إخلاص ودعا الله ثبته الله تبارك وتعالى. في قصة جميلة أيها الإخوة، حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ قال أجاهده. قال فإن عاد؟ قال أجاهده.
قال فإن عاد؟ قال أجاهده. قال هذا يطوق. أرأيت إن مررت بغنم فنبحك كلبها أو منعك من العبور ماذا تصنع؟ قال أكابده وأرده جهدي. قال هذا يطول عليك، ولكن استعن بصاحب الغنم يكفك عنك، يكفي عنك. فاستعن إذن بالله عز وجل، استعن بالله. إياك نعبد وإياك نستعين. استعين بالله عز وجل، وإذا استعنت فاستعن بالله. استعانة حقيقية صادرة من القلب، لا تلتفت لمخلوق ولا ترجو مخلوق ولا تنظر لمخلوق، وإنما اجعل قلبك يتوجه إلى الله تبارك وتعالى. إذن من أسباب سلامة القلب من الفتنة الإخلاص، كما قال شيخ الإسلام بفتاوى يقول لا يسلم القلب من الفتنة إلا بالإخلاص. هذا واقع، الإخلاص ينقذ حتى المشركين في البحر حينما أخلصوا لله أنقذهم، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى آخر الآية. فالتوحيد والإخلاص سبب للنجاة، التوحيد أعظم ما أمر الله به. الله أكبر. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. التوحيد والإخلاص أعظم شيء، التوحيد والإخلاص خاصة في هذا الزمان. فينبغي على الإنسان ربي قلبه على توحيد الله عز وجل وعلى اعتماد على الله تبارك وتعالى. أيضا أيها الإخوة، من أهم النقاط التي أريد أن نبه عليها في هذه الكلمة القصيرة، وهي يعني فعلا في هذا الزمان قليلا يسلم منها، اللسان. صح، يظهر أمر في أحد الدول، إما ثورة أو كلام أو قضايا تحدث أو مشاكل، أصبح العالم كما يقولون قرية صغيرة يرى ما يحدث في العالم، تجد كل يتكلم، كل يفتي، كل يقول هذا خطأ وهذا الرجل يقول هذا صح، نسأل الله السلامة، وهو لا يعلم شيء. أحيانا تدخل في نية رجل عن طريق إشاعة، إما في منتدى أو في قناة. صح، أحيانا تقول هذا كافر أو هذا مسلم أو هذا تقي من أولياء الله وأنت لا تعرف عنه شيء، فقط في خبر بقناة أو بجريدة أنه قال كلمة. أحيانا تقوم ثورة أو تقوم رجال أو أناس، تقول هؤلاء مبتدعة أو هؤلاء على حق أو هؤلاء مجاهدين أو هؤلاء ضلال، وأنت لا تعرف شيء، وإنما تنظر بالأخبار فقط بالقنوات، ربما هذه القناة عدو لهؤلاء كما هو معلوم. فمتى الإنسان يحكم بلسان الذي سيسأل يوم القيامة، يحكم بالناس ويدخل في النيات، هذا مبتدع وهذا ضال وهذا منافق وغيرها، وهو لا يعلم شيء، وإنما يأخذ الخبر من جريدة أو منتدى، لا يعلم من كتبه. نعم، فعلى الإنسان يمسك لسانه. قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الله عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وتعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لمعاذ أو ما أخذون بهذا، قال فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، ما يحصدونه ما يتكلمون به هم الذين هو الذي يدخلهم النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فماذا قال؟ الفم والفرج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صمت نجا، وهذا نجا في الأمور العادية، فكيف في أيام فتن تحكم على رجل أو تحكم على طائفة أنها مبتدعة أو كافرة أو خوارج، نسأل الله السلامة. إنسان يدافع عن عرضه يتهم أنه خارجي، يعني أصبح الأمر نسأل الله السلامة أصبح سهل يسير عند الناس، وهذا كله من قلة الدين. والله لو كان الإنسان في قلبه دين ما تكلم بكلمة. فلان ليس بمجاهد، وما أدراك يا أخي، وما أدراك أنه ليس بمجاهد، وماذا علمت؟ أمسك عليك لسانك، أنت لست بمكلف. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. قال رجل لسلمان أوصني، قال لا تتكلم، قال ما يستطيع من عاش في الناس ألا يتكلم، قال فإن تكلمت فتكلم بحق أو اسكت. وقال ابن عباس رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت عن شر فسلم. وقال مجاهد ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا قبل أن يذكروا الله إلا تفرقوا عن أنتني ريح الجيفة، وكان مجلسهم يشهد عليهم
بغفلتهم. وقال بعض السلف: يعرض على ابن آدم يوم القيامة ساعات عمره، فكل ساعة لم يذكر الله فيها تتقطع نفسه عليه حسرات. وقال النخعي: يهلك الناس في فضول المال والكلام. وقال محمد بن عجلان: إنما الكلام أربعة: أن تذكر الله وتقرأ القرآن وتسأل عن علم فتخبر به أو تكلم فيما يعنيك من أمر دنياك. وقال وهب بن منبه: أجمعت الحكماء على أن رأس الحكمة الصمت. وقال ابن عجلان: يا ابن آدم، إنك ما سكت فأنت سالم، فإذا تكلمت فخذ حذرك إما لك وإما عليك. وقال الفضيل: ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان. فما بالك إذا كان اللسان في أولياء الله أو في ناس الأصل فيهم مسلمين تتكلم فيهم ذما أو غير ذلك وأنت لا تعرف شيء ذلك؟ أعظم وأعظم. والله ما تكلم إنسان في الناس إلا عاقبه الله تبارك وتعالى. وعائشة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: حسبك من صفية أنها كذا وكذا، يعني قصيرة. قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. فالله الله أيها الإخوة، أن يمسك الإنسان لسانه. تعرفون كثرة المناقشات، ليس كذلك؟ يعني يحدث خبر الآن، يحدث خبر: قبض على فلان، مات فلان، قامت ثورة في البلد الفلاني. طبيعة الناس يتناقشون، فالإنسان يمسك لسانه. إما أن يقول خير، يوجه الناس تقوى الله، يذكرهم بالله، إن وقعت مصيبة قال اتقوا الله هذا بسبب ذنوبهم. هذا المؤمن التقي، العالم الرباني. إن جاءت نعمة يذكرهم بشكرها، اشكروا هذه النعمة. هذا التقي، هذا الداعية، هذا الولي من أولياء الله، يوجه الناس إلى رحمة الله، يوجه الناس للتعلق بالله تبارك وتعالى. فإذا حدث خبر بدأوا يتناقشون، وهذا يتكلم وهذا يتكلم، وكل يصرح ويتكلمون في النيات. فيحذر من هذه الجلسات، ويقلل من هذه الجلسات بقدر الإمكان إذا أراد النجاة. هذه كلمة أيها الأخوة خفيفة فقط، بمناسبة ما يقع وترون من انتشار الفتن، ولا تكلمنا عنها، والعلماء تكلموا عن الفتن بإسهاب، لكن هذه الكلمة القصيرة بما يقع وترونه ونراه، نسأل الله السلامة وأن يحمينا من الفتن، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.